يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأحد شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 39-26، الإسكندرية 30-23، مطروح 30-23، بورسعيد 33-23، الإسماعيلية 39-27، وإلى السويس 39-27، العريش 34-23، طابة 40-27، شرم الشيخ 44-32، والغردقة 43-31، إلى الأقصر 47-32، أسوان 48-32، الوادي الجديد 48-32، شلاتين 43-28، وأخيرا حلايب 37-29. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.